أبدى مواطنو مدينة تكريت عن ارتياحهم للحملة التي وجه بها محافظ صلاح الدين بإنارة الشوارع الرئيسية والأزقة، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يؤكد حالة الاستقرار الأمني التي تعيشها المدينة. بتوجيه من السيد محافظ صلاح الدين تم إنجاز بعض الشوارع اللي مكلفين بإنجاز الإنارة فيها، من ضمن هذه الشوارع شارع المستشفى بالكامل، شارع الأربعين بالكامل، عندنا الشارع الفاصل ما بين التقاطع، تقاطع شارع الأربعين وشارع الاحتفالات هم أنجزناه بالكامل، وكان مثل ما شفتوا الحملة مستمرة، وإن شاء الله احنا يعني بجهود مميزة من شعبة الإنارة سيتم إكمال جميع الشوارع بالفترة المحددة اللي حددها السيد المحافظ. احنا نشكر المحافظ صلاح الدين على إنارة تكريت وطالب بالكهرباء وإنارة الشوارع مدينة تكريت كجمالية تكريت وإنارة، ويعني شيء جميل يعني إن شاء الله.